الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بأهم العناوين. طيارو الكويتية يستغيثون ونواب يتفاعلون، فإما إرجاع الحقوق أو اللجوء للقضاء. وتجاوزات الطائر الأزرق محور أسئلة برلمانية تترقب إجابات شافية. أنا أدعو إخواني النواب الحضور للخروج بحل يرضي المواطن الكويتي، الخروج بحل يريح الشارع الكويتي. دعوة لشحذ الهمم النيابية لاجتماع الأربعاء مع الأطراف الحكومية. قبل نهاية السنة معظم المقاصف الموجودة والثلاجات الموجودة في وزارة الصحة راح توقف. مقاصف وثلاجات الصحة موقوفة التراخيص لحين إعادة التنظيم. موظفو رعاية وتأهيل المعاقين يعتصمون، وعبر الراي المسؤولون يوضحون. ومجلس الوزراء السعودي عنغاستا مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي. استنكاراً لما أسموه تعسفاً وإجحافاً بحقهم، عقد طيارو الخطوط الجوية الكويتية اجتماعاً موسعاً على خلفية نقل المؤسسة طياريها إلى القطاع الحكومي واستبدالهم بطيارين غير كويتيين، الأمر الذي أثار موجة غضب لقرار يراه المتضررون منه غير مدروس من جهات الاختصاص. وقال الطيارون خلال مؤتمر صحفي موسع إن القرارات شملت إنهاء خدماتهم خلال أسبوعين بدلا من 90 يوما كما هو المنصوص في شروط التعاقد، وتعيين طيارين أجانب بدلا عن الكوادر الوطنية، وغيرها من القرارات المجحفة بحقهم. وقد شهد الاجتماع مشاركة نيابية واسعة، حيث ندد النواب بالقرارات العشوائية للمؤسسة وسط مطالبات بالتراجع الفوري عن القرارات التعسفية. لما تيجي انت تدز مسجات او تدز ايميلات في ناس اثناء عملهم تقول له انت يو ار اوف ذا روستر، يعني انت خارج العمل بعد ما توصل، او انه اطلع وروح وشوف باشر عملك في جهة ثانية من غير انذار مسبق، هذا ما انا اشوفه اجراء تعسفي امانة، وغير واضح وغير مبرر. والحل البديل اللي هم يشوفونه ان انت اطلع وبعدين طالب في حقوقك. احنا شرنا عليهم قبل هالمرة وقلنا لهم يا جماعة في خلل في القانون لازم يعالج. واحد، متطلبات الطيارين كافة، اول شيء يوقف العبث هذا اللي قاعد يصير، طلع طيارين 40 طيار يطلع من مهنته وتنقلهم الى الحكومه، هذا شيء، هذا قرار لازم يوقف. رئيس الاسطول عندنا قال لي مشكور، انت افضل طيار عندنا الشهر هذه، شلت عنا رحلات وهذا، وعبء كان كبير علينا وما قصرت. بعدها بالضبط 5 دقائق يا لي ايميل ثاني يقول لي احنا نغناك الى الحكومه والى وزاره الداخليه تحديدا، ومعاي شهاده راتب تفصيليه، ممكن ارفق لكم ان شاء الله بعد الاجتماع الطيب هذا ان شاء الله بحيثيات البريد الالكتروني اللي وصل لي. طبعا هذا كنت على راس الرحله في مطار نيويورك تاريخ 29، وكانت عودتي يوم 11، ما قدروا اي ظروف نفسيه للطيار، بيد ارواح البشر حطوني تحت ضغط للامانه يومين، انا قاعد ابي استوعب البريد الالكتروني هذا ماني قادر صراحه. يوم عطونا الاستبيان عشان نقرر نروح الحكومه ولا الشركه، لليوم هذا ما في عقد يلزم الشركه بالقانون، واحنا اخترنا ان نروح المكان الامن اللي هو الحكومه عشان تحفظ لنا مزايانا. اليوم يومي نقلنا للحكومه نكتشف ان حتى مزايانا بالحكومه غير موجوده، فاذا الحكومه ما وصلت لها المعلومه بشكل صحيح بناء على اللقاءات اللي بين المؤسسه والحكومه عشان تحط هالمزايا، فما بالك الشركه شنو راح تسوي بالموظفين حق المزايا هذيله. في سؤال
يفرض نفسه. ما هو هذا الاسطول قاعد يكبر، بيصير عندهم نقص، بيصير عندهم نقص، يعني بيحتاجون يعينون. وفي جانب اخر، انتم كلكم درستوا على حسابكم عدل ولا لا؟ وصرفتوا كل واحد صرف له 40 و50 و60 الف دينار، زين من يعوضكم هذا الشيء؟ فاذا هذا امر اجراء غبي حقيقه، ولا تستبعدون الغباء، والغباء لا امتدادات بعيده. وانا اعتقد الاخوان ترى الكل طافح كيله، يعني هني اللي جايكم هني بيغسل كبده حقيقه، يعني عرفت شلون؟ فلذلك انا اقول لكم يا اخوان تاكدوا، انا واحد من الناس، اعهدكم اني اقف معاكم بكل امر مستحق لكم ولا نتنصل عنه. مرفق الكويتيه في السنوات الاخيره بدا يتراجع بسبب شيء واحد، وهو سوء الاداره. وسوء الإدارة جاء من العشوائية وعملية التنفيع بتعيين أعضاء مجلس الإدارة. وأقول رسالتي إلى مجلس الإدارة الحالي، مو عيب أن الإنسان يفشل في إدارة مرفق، ولكن العيب أن يستمر في إدارة هذا المرفق. لذلك أتمنى أن تكون عندكم الشجاعة أن تقدموا استقالاتكم فورا وتحفظون سمعة الكويتية. وأتمنى الآن إذا تسمحوا لي، يعني بحكم ميانتي عليكم، أن نشكل فريق من النواب ومن بعض الطيارين ونلتقي في أسرع وقت ممكن برئيس الوزراء. فأتمنى إذا الأخوان يوافقون على هذا المطلب والطيارين يوافقون على المطلب، ونبدي من هذه الليلة اتصالاتنا بالحكومة، وأن يحدد موعد قريب بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء، وننقل له ما يعاني أخواننا الطيارين من هذا التعسف وهذا الظلم. وبيضرب مثل، خلي يسمع الأخ وزير المواصلات، وخلي يسمع سمو رئيس مجلس وزراء، وبقولها بصراحة، أنا كمواطن كويتي في السنوات الأخيرة ما أركب الكويتية، ولا عندي ثقة بالكويتية، مو عشانكم، لأن سوء الخدمات في الكويتية في السنوات الأخيرة من خدمات ما حد يركب. وهذا ليش؟ سوء الإدارة. اليوم الجزيرة موجودة في الكويت، والمقومات اللي عند الخطوط الجوية الكويتية المقومات أقوى من المقومات الموجودة عند الجزيرة. ليش الجزيرة أفضل؟ لأن في إدارة، هذا السبب. فإحنا نرد نقول الإدارة الحالية لا تستحق أن تدير الكويتية. وفي السياق أو في سياق عينه، قال النائب فارس العتيبي إن مجلس الأمة حريص على قضايا الكويتيين، معتبرا إن نقل طيارين من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هو ضمن الأخطاء الكثيرة التي ترتكبها الحكومة. ومن جهته قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول نقل عدد من طياري الخطوط الجوية الكويتية إلى وظائف حكومية بذريعة الاعتماد على تسجيل رغباتهم حال تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. وطالب الدويسان بمنح هؤلاء الطيارين مهلة جديدة لتبيين رغباتهم حقيقية في ظل هذا التغيير، وعلى مجلس الوزراء الوقوف على حقيقة هذا التصرف غير العادل والمزعج. على مسافة يومين من الاجتماع الحكومي النيابي المرتقب لمناقشة قضية ارتفاع أسعار البنزين، أكد النائب عبد الله المعيوف على أهمية الاجتماع، مؤكدا أنه سيكون لصالح مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، وليس في صالح الحكومة التي ستكون هي الخاسر الأكبر إن لم تثبت حسن تعاونها، داعيا النواب إلى ضرورة حضور الاجتماع للخروج بحل يرضي المواطنين. هذه الجلسة أنا أعتقد جلسة مهمة جدا لمناقشة الحكومة في قرارها برفع الدعم عن البنزين وتكلفة المواطن الكويتي تكلفة مالية مست جيبه ومست من دخله. القضية هي قضية التفاهم وقضية الوصول إلى حل، لأن بالنهاية إحنا نسعى إلى أن تكون حل هذه القضية لصالح المواطن الكويتي وليس لصالح الحكومة أو لصالح مجلس الأمة الأثنان. يعني إحنا الهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد حل، وحل ناجح وحل مقنع لهذه المشكلة
اللي يجب أن لا تمس جيب المواطن الكويتي. ليس القضية قضية انتخابات وتصريحات وتكسب انتخابي، وليس من صالح الحكومة أن تتعنت، لأنها بالنهاية هي راح تكون الخسرانة. النواب سيصفون وسيصطفون في جانب المواطن الكويتي وسينتصرون لحقه. أنا أدعو إخواني النواب الحضور للخروج بحل يرضي المواطن الكويتي، الخروج بحل يريح الشارع الكويتي ويحقق مطالبه بعدم استمرار رفع الزيادة على أسعار البنزين على المواطن الكويتي. وأنا على يقين أن مثل هذه المواضيع تحل بالحوار، تحل بالتفاهم، تحل بجلسة بين النواب والحكومة، والوصول إلى حل مقنع وحل مرضي للمواطن الكويتي. صباحا نفذ موظفو مركز رعاية وتأهيل المعاقين في منطقة الصباحية اعتصاما احتجاجا على قرار نقل الموظفين والنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منطقة الصليبيخات، وطالب المعتصمون كلا من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير الهيئة العامة لذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي بالاستجابة إلى مناشدتهم بوقف قرار النقل لصعوبة ذلك على أصحاب الإعاقة قبل الموظفين. بابا صباح الله يطول بعمرك، تكفى لا تخلي حد ينقلنا، تكفى ترى احنا راح نتضرر وراح نضايق. ناشد معالي الوزيرة الدكتورة هند، ارحمي ابنائنا المعاقين، ارحمي ابنائنا المعاقين. كل قرار يتخذ ضد الموظف انا قابله، على ضرري انا قابله، بس تجاه المعاق لا، اخذها مني يا دكتور لا، وقفوا عن المهزلة اللي تصير. هذه مصيبة علينا ولا حنا براضين بالشيء هذا، لا ذا الحين ولا بعد. نطالب بفتح فرع للهيئة في جنوب الصباحية، نبقى احنا والنزلاء في جنوب الصباحية ويكون فرع تابع للهيئة فقط، أريح للنزلاء وأريح لنا كموظفين. النزلاء كلهم تبع المنطقة العاشرة، ما فيهم يروحون الصليبيخات، فقط نناشد المدير ودكتور طارق الشطي يجي بس ويسمعنا بدون لا انذار، بدون ما بلغونا ولا شيء. يعني فجاه كذي انا مداومه، انت منقوله قسم ثاني، يعني احنا ضررنا اكثر شيء احنا موظفين، بس عادي ما عندي مشكله انقل اي مكان ثاني. بس المعاق ليش يضرونا؟ هذا مو فئه خاصه بالوزاره بالدوله اساسا، يعني المفروض لهم احتياجات خاصه، لهم معامله خاصه، لهم اشياء يعني يحافظون عليها. يعني وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مسلم محمد السباعي مدير إدارة رعاية المعاقين. أولا سيد مسلم، لماذا نفذتم إضرابكم ضد قرار نقل النزلاء من الصباحية إلى الصليبيخات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله. بداية نمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين ونشكر قناة الراي على متابعة هذا الموضوع وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح الحقائق. أخوي محمد، يبدو أن السؤال لماذا نفذتوا إضرابكم؟ نعم. احنا ما نفذنا الاضراب، احنا حضرنا لخدمة من نفذ الاضراب او من نفذ للتفاهم ولتوضيح بعض الحقائق اللي غائبة عن بعض الاخوان والخوات الموظفين اللي موجودين في جنوب الصباحية. نعم، يعني حضوركم سيد مسلم هو اللي يعني لمساندة هذا القرار، ام ان يعني هذا القرار جاء بناء على مصلحة عامة لنقل هؤلاء الموظفين والمعاقين إلى مكان آخر؟ طبعا احنا مثل ما قلت لك حبيت أوضح لك هذا الأمر ونشكركم يعني أنكم أتحتونا هذه الفرصة. واليوم كان في لقاء يمكن مع جريدة الرأي في هذا الجانب ووضحنا الأمر. طيب يبدو أخوي محمد أن في لبس عند بعض الموظفين، واليوم أزلنا كل هذا اللبس وعند العائلات للنزلاء. طيب. اللي حصل ان عندنا طبعا في قرار من مجلس الوزراء بفصل بعض الادارات التابعه لوزاره الشؤون لتلحق لهيئه ذوي الاعاقه، وبناء عليه طبعا شكلت لجنه لهذا الموضوع درس فيها كل الجوانب اللي يعني تهم المعاق في البدايه، وهذا هو الاساس، والنزلاء في اداره رعايه المعاقين، ومن ثم يعني الحق يعني بناء على توصيات من السادة الوكلاء سواء الدكتور مطر أو الدكتور طارق أو معالي الوزيرة، في توصية مباشرة
بتلبية جميع احتياجات الموظفين ضمن المصلحة العامة التي يعني تراها الإدارة وتراها الوزارة. طيب ما ضرر أن يعني يبقى ذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين في هذا المركز للاعتبارات قرب السكن وغيرها من هذه الاعتبارات؟ طبعا احنا ما راح ينقل احد، وهذا وضحناه للاخوان اليوم، اللي واضح او نقل للاسف، يعني نقل بطريقه صحيحه او سمع من بعض الزملاء بينهم او الزميلات انه راح ينقلون، وهذا الكلام غير صحيح تماما. اليوم وضحنا لهم الامر، هي النقل ما راح يكون اجباري ولا راح يكون فيه اي تعسف. قلنا تختارون المكان، اللي يبي ينتقل الى الهيئه ينتقل، واللي يبي يبقى تبع وزارة الشؤون راح يبقى في جنوب الصباحية قريب من سكنه، وبدون يعني كلها اختيارية وبجميع ميزاتهم يعني في هذا الجانب. لن يتضرر أحد في هذا القرار، بل فتحنا المجال، ويمكن هذه أول مرة يفتح المجال للموظف الاختيار أن ينقل أو لا ينقل. فتحنا المجال للإخوان، واليوم اجتمعنا اجتماع موسع لجميع موظفين جنوب الصباحية في الصالة المتعددة الأغراض، وشرحنا لهم كل الأمر. وبالنسبة للاحتياجات الخاصة ما وضعهم، يعني هل سينقلون باختيارهم أم إجبارا إلى الأصلابيقات؟ طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة إحنا إدارة رعاية المعاقين كلها حالات إيوائية موجودة داخل الأجنحة، يرعاها المركز الطبي ويرعاها أطباء ويرعاها. فبناء عليه تمت طبعا مثل ما قلت لك في البداية قرار مجلس الوزراء بفصل الهيئة فصلا تاما عن وزارة الشؤون، فرح تنقل جميع ما يتبع الهيئة سواء من موظفين أو نزلاء أو غيرهم إلى اللي هو مجمع دور رعاية بالصليبخات. ولكن بالنسبة للموظفين فهو نقل اختياري حسب رغبتهم وبدون مساس لأي حقوق من حقوقهم. نعم، السيد مسلم السبيعي مدير إدارة رعاية المعاقين، شكرا لك. وزارة الصحة استضافت أعمال اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية بحضور نخبة من الأعضاء الممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن ناحيته أكد وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي أن أمراض الضغط والسكري والسمنة والتدخين تعد من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى أمراض أكبر تكلف الدولة ووزارات الصحة مبالغ ضخمة، لافتا إلى ضرورة السعي للوقاية من هذه الأمراض. في هناك عدة أمراض، منها الضغط والسرطان والسمنة والتدخين. هذه الأمراض مو الأمراض، هي العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى الأمراض اللي تكلف الحكومة والدول وزارات الصحة مبالغ هائلة. فإحنا ودنا نسيطر على هذه، والسيطرة عليها بسيطة، بس لازم يكون جهود منسقة، مو وزارة الصحة فقط، لا تدخل فيها وزارات دول كثير، وزارات أخرى في الدولة. يعني مثلا أنا ما أقدر أوقف التدخين بروحي، يمكن تساعدون الصحافة تساعدنا عن موضوع التدخين. في دول العالم كله وفي دول الخليج تحديدا عوامل الخطورة اللي تؤدي الأمراض الغير المزمنة أو الأمراض يسمونها غير السارية كل ما لها في ازدياد، مثل قلة النشاط البدني، الغذاء الغير الصحي، التدخين. الهدف من هذا الاجتماع واللجنة طبعا هو عبارة عن اجتماع من سلسلة اجتماعات تمت لمكافحة عوامل الخطورة هذه. وعلى هامش الفعالية، أعلن وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي أعلن أن الوزارة قررت سحب وإلغاء جميع التراخيص التجارية لنقاط بيع المأكولات والمشروبات داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها إلى حين إعادة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري. تصريحات السهلاوي جاءت على هامش افتتاح أعمال اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية. قبل نهاية السنة معظم المقاصف الموجودة والثلاجات الموجودة في وزارة الصحة راح توقف. إنزين ليش؟ لأن البيع فيها يعني صار مثل أي دكان يبيع كاكاو ويبيع بسكوت مالح وكذا وكذا، راح يكون هناك. إنزين نسحب التراخيص هذه كلها، وفعلا بلشنا في هذا الشيء من المحلات، وبعدين راح تكون هناك في إعلان بالجرائد اللي بيساهم طبعا عن طريق وزارة المالية على أساس أنه يأخذون هذه المحلات، بس بشروط
وزارة الصحة، أشياء تفيد الطفل تفيد المريض، شيل الملح من المنتجات الموجودة. دولة الكويت شهدت تطورات متلاحقة في مجال جراحات العظام، لا سيما في التقنيات الحديثة المتبعة في الخطط العلاجية، حسب ما قال رئيس وحدة جراحة كسور العظام في مستشفى الرازي علي تراغ. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الكويت الأول لجراحات العظام المقام بالتعاون بين جامعة الكويت ومؤسسة التقدم أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمنعقد تحت عنوان كل ما هو جديد في جراحة العظام. هو المؤتمر الأول لتطورات جراحة العظام بإشراف جامعة الكويت كلية الطب وبرعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. كلنا نعرف أن في تطورات كبيرة تحصل في مجال جراحة العظام، ولمواكبة هذه التطورات لابد من عمل هذه المؤتمرات وورش العمل لتدريب الأطباء المحليين. طبعا الكويت كانت من أول دول المنطقة في الترتيب والبنية التحتية في هذا المجال، فقد بني مستشفى رازي عام 1982. المؤتمر الأول العالمي لجراحة العظام بالنسبة الأول لمعنات كلمة الأول من ناحية النوع، يعني كيفية المحاضرات. المحاضرات يعني يكون تركيزها على كل ما هو جديد، يعني وليس على يعني مراجعة المواضيع بشكل عام، يعني تتطرق على الجديد في كل مجال من تخصصات العظام. تفاعلا مع الخبر الذي نشرته جريدة الراي في عددها الصادر اليوم عن العثور على رضيع متوفى أمام أحد المساجد في منطقة السالمية، علمت الراي الإلكترونية من مصدر أمني أن رجال المباحث الجنائية ورجال المباحث السالمية تمكنوا من القبض على والدة الرضيع الذي وجد داخل حقيبة أمام مسجد في السالمية. وأفاد المصدر بأن والدة الرضيع المتوفى كويتية الجنسية تقطن بالسالمية بالقرب من المسجد حيث تركت وليدها، وأقرت في تحقيق أولي معها أن والده مواطن سجين وجار استدعاؤه من قبل الجهات المعنية. وبالتحري عن بيانات المواطنة تبين أنها مطلوبة على ذمة قضايا مالية وتم تحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق شريكها. وفي الشأن الأمني، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وضمن جهود وزارة الداخلية للحد من التجاوزات القانونية أو المساس بالجهاز الأمني، تابعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة آسيوية الجنسية ترتدي بريها تخص وزارة الداخلية. وبينت الإدارة أن البحث والتحري كشف أن صاحبة الصورة فلبينية الجنسية، وقد تم ضبطها في منطقة حولي بصحبة مواطن كان يعمل عسكريا بالداخلية، وتم إيقافه عن العمل على خلفية اتهامه بإحدى القضايا الجنائية. وقد اعترف المواطن بأن البريهة تخصه وأنه من سمح للمتهمة بارتدائها والتقاط صورة لها، وعليه أحيل الاثنان إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. تيسيرا على الكويتيين الراغبين في زيارة العراق في شهر محرم، أعلنت سفارة الكويت لدى بغداد تخصيص أرقام هواتف خاصة للرد على الاستفسارات بهذا الشأن. ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الراغبين لزيارة مدينتي كربلاء والنجف إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين المحلية وتجنب زيارة المناطق المتوترة أمنيا، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية في تناول الأطعمة والمشروبات وتجنب الذهاب إلى الأماكن غير المؤمنة من قبل القوات العراقية، مؤكدة استعداد كادرها لاستقبال استفسارات المواطنين الكويتيين هاتفيا على الرقمين الظاهرين على الشاشة، وذلك على مدار الساعة.
أكد مجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، ومن شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معربا عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. غدا باكورة التداول في شركة البورصة، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف أكد أن منظومة سوق المال مقبلة على مرحلة غير مسبوقة، وهي إنهاء آخر التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية كمرفق، وأعلن أنه منذ يوم غد الثلاثاء ستبدأ أولى جلسات التداول في بورصة الكويت وفق قرار مجلس المفوضين الصادر للقيام بنقل أعمال الإدارة إلى شركة البورصة وفق التفويض الممنوح لها لممارسة مهامها. تصريحات الحجرف جاءت خلال عقده مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انتقال أعمال الإدارة إلى شركة البورصة. في هذا اليوم تكونون قد شاهدتم آخر تداولات في سوق الكويت الأوراق المالية كمرفق، وقد إن شاء الله تبدأ أولى جلسات التداول في بورصة الكويت الأوراق المالية وفق لقرار مجلس المفوضين الصادر هذا اليوم بمنح شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ترخيص شخص مرخص له، وأيضا مشغل لإدارة مرفق أو لإدارة بورصة الكويت للأوراق المالية. كما هو معلوم للجميع، تأتي هذه الخطوات اتساقا مع ما أعلنت عنه هيئة أسواق المال بصدور قرارات التفويض، وأيضا بصدور قرار 63 الذي بموجبه انتقلت إدارة مرفق سوق الكويت الأوراق المالية من لجنة السوق والتي انتهى عملها في 24/4 الماضي، واستلام شركة البورصة كمشغل لسوق الكويت الأوراق المالية في 25/4 الماضي. أكد اتحاد مصارف الكويت أن التعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية لا تقيد أنشطتها ولا تؤثر سلبا في تنافسيتها، وقال الاتحاد إن التعليمات والضوابط الرقابية التي يصدرها بنك الكويت المركزي تأتي في إطار منهجية قائمة على أساس التشاور مع البنوك واستطلاع الآراء حولها، مشددا على ضرورة التركيز على التعليمات التي لها أهمية على أداء البنوك والاستقرار المالي في البلاد، ولافتا إلى حرص المركزي على تعزيز بيئة العمل التنافسي بين البنوك المحلية، ما يسهم في الارتقاء بأدائها وتقديم خدمات مصرفية أفضل للعملاء. ديربي سلبي، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مضي الهيئة العامة للرياضة في تقديم كل ما من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه الرياضيين الكويتيين ودعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة الوطن. جاء ذلك عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة الشيخ سلمان الحمود. الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالحركة الشبابية والرياضية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الرياضيين، وتحقيقا لرؤية تطوير الرياضة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
جاء ديربي الكرة الكويتية سلبيا بين الغريمين التقليديين القادسية والعربي في قمة الجولة الثانية من دوري فيفا لكرة القدم، وعلى الرغم من الحضور الجماهيري الكبير للمباراة إلا أنها خلت من الأهداف والإثارة واللمحات الفنية، وسيطر الأصفر على مجريات الشوط الأول بينما تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني ليرفع الفريقان كل منهما رصيدهما إلى 4 نقاط. نتيجة الديربي كانت طبيعية، واستحوذنا على غالبية مجريات المباراة وكنا الأفضل وأضعنا أكثر من فرصة للتسجيل، ولكننا نعاني مشكلة كبيرة وهي ضعف اللياقة البدنية بسبب عدم التزام 6 لاعبين في التدريبات اليومية، والآن لدينا فرصة لرفع معدل اللياقة البدنية أثناء توقف المسابقات. أما عن كثرة غيابات اللاعبين والاستغناء عنهم، أنا واجبي كمدرب أن أعمل بما هو متوفر لدي، وكل مدرب يتمنى أن يكون لديه ميسي ورونالدو، ولكنني سأعمل وفق الإمكانيات المتاحة لدي. إحنا عندنا خالد القحطاني اليوم مدافع، عبد الرحمن العنزي في عنده قرار إداري، سعود الأنصاري عنده إصابة، يمكن كان حتى فيصل سعيد مصاب، كان عندنا بس خالد القحطاني. لا، إحنا الإصابات مو حتى في الملعب حتى في الاحتياط، فكان خالد القحطاني هو المدافع الوحيد في دكة الاحتياط، وعلي جواد هو الحارس الاحتياط اليوم. شد بسيط يعني. يعني كنا نطمح صراحة لثلاث نقاط، اشتغلنا آخر شيء، اجتهدنا، ضيعنا كرة سعود المجمد بدر، فما توفقنا اليوم، بس عندنا وقت الحين، عندنا 10 أيام الفريق يشتغل على نفسه ونركز إن شاء الله بالمباراة الجاية. راضين عن النتيجة؟ لا والله ما احنا راضين عن النتيجه، يعني كان ودنا ناخذ 3 نقاط، بس قلت لك الحين يعني الوقفه هذه بوقتها، عندنا وقت نقعد مع نفسنا ونشتغل اكثر ان شاء الله ونقدم مباراه احسن في الدور القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله السلبيات عند الجهاز الفني الكابتن فوز ابراهيم راح تنحل باذن الله. اللاعبين قد تكون لنا خيره هذه النقطه، ان شاء الله تكون هذه النقطه مات القادسيه هي اللي توصلنا لمنصات التتويج باذن الله، ونقول ان شاء الله القادم افضل باذن الله. اعذرونا يا جمهور الزعيم، إن شاء الله تشوفون القادم أفضل. من جهته فقد أشاد رئيس اللجنة الانتقالية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم فواز الحساوي بالحضور الجماهيري الكبير لديربي الكرة الكويتية، مشيرا إلى أن اللقاء كان عقيما ولم يرتقي لسمعة الفريقين، وأثنى الحساوي على النتائج المثيرة في انطلاقة دور فيفا، ومؤكدا أن نظام الدرجتين وتقليل تسجيل عدد اللاعبين هي من أعطت القوة والإثارة لبقية المباريات وتغلب الفرق الصغيرة على الكبيرة. دائما القادسية والعربي يعني عودونا نشوف مباريات حلوة، صحيح المباراة كانت عقيمة نوعا ما يعني من طرفين، يعني القادسية كان الشوط الأول أفضل، العربي الشوط الثاني بداية كان أفضل، بعدين صار اللعب متبادل بين القادسية والعربي. طبعا مثل ما أنت عارف هو ديربي قادسية والعربي، اللي حل المباراة كان أكثر شيء هو الجمهور، حضور الجمهور اليوم كان حضور جيد، كنا متوقعين أكثر، ولكن الحمد لله يعني كبداية القادسية والعربي احنا نعتبر يعني أن هذه مباراة كبداية يعني وبداية الموسم. دائما بداية الموسم اللاعبين يكون مجهدين وتعبانين شوية، بداية موسم شيء طبيعي هذا الشيء يعني. أتمنى التوفيق للفريقين والفرق الأخرى أيضا كذلك. شفنا اليوم مفاجآت بداية الدوري، طبعا طبعا هذا حلاوة الدوري، طبعا بهذا العام مثل ما أنت عارف يعني في صعود وهبوط، صعود والهبوط دائما تلاقي الفرق كلها متحمسة وكلها تحب تحافظ على مراكزها. نهاية النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.